يمتد نهر مالوي الممتد على الانفراجات الشرقية للأطلس المتوسط من قمم وسفوح هذه الجبال الشامخة الأزلية، وتروي مياهه عدة واحات غناء وسط هذه السهوب الجرداء في المغرب الشرقي المسمات بلاد الشيح والريح. تشكل هذه السهوب الفيحاء بضواحي جرسيف البداية الحقيقية للمغرب الشرقي الذي يتعارض جدريا بجفافه وقحطه مع السهول المخضودرة والرطبة للمغرب الأطلسي. فهنا يستشعر المرء آثر الرياح الشرقية للسهوب من الرياح القادمة من غرب المملكة، إنها بلاد هوار أولاد رحو، أولئك الرعاة الرحل الذين تأكد وجودهم شرق مدينة تازة حتى قبل وصول الأدارسة بالمغرب، فهم جزء من أوائل أمازيغ زناتا الذين صاحبوا طارق بن زياد في فتحه لإسبانيا، فحتى اسم مدينة إمبيليا نفسها والذي أشير له في القرن العاشر يشتق من فرع من قبيلة هوارة. منذ التاريخ القديم اعتبرت المنطقة طريق عبور ضرورية للقوافل والرعاة الرحل والحجيج والجيوش، وانطلاقا من سنة 1914 سار خط سكة حديدية يصل مدينتي فاس ووجدة، ولازالت القطارات إلى اليوم عبر هذه السهوب الممتدة حد البصر. تخترق هذه السكة تجرها قاطرات تشتغل بالفحم الحجري في الجهة الشرقية من وجهتها، وتعتبر جرسيف مركزاً للمبادلات بين التل والهضاب العليا، وتقع على محور السكة الحديدية الكبرى العابرة لشمال إفريقيا على امتداده من المحيط الأطلسي إلى تونس. والأكيد أن أهميتها ستزيد حتماً مع بناء المغرب العربي الكبير، فهذا المعبر من الجزائر إلى غرب المغرب شكل عبر الأزمنة خط سير لكل موجات الهجرة المسترسلة والقادمة من الشرق، بما فيها هجرة هوارة ولاد حرحو هذا الفرع القبلي المستعرب ذي الأصول الزناتية. وينعقد بجرسيف كل يوم ثلاثاء سوق أسبوعي للفواكه والخضر تختلف فيه شتى أصناف البرتقال اللذيذ الكليمانتين القادمة من السهول الغنية لطريف المجاورة. قبيلة ديال ولاد رحو كانت برابير، كانت رحال، كانت الناس ديال الكسب، ماشي الناس كانت معطية للفلاحة، لا جرسيف بنفسه قري الفيلاج بنفسه كان ديال الفلاحة. كان يقولنا الوليد ديال المزارشة، هما قولوا لهم ولاد حموسة، هما من قبيلة هوارة ولاد رحو، هما من قبيلة ولاد رحو، كانوا القياد كيديروهم من العيان ديال القبيله، كانوا القياد كان كيديروهم من العيان ديال القبيله، هما اللي كيحكموا البلاد ماشي بحال اليوم. بقات الناس بحال اللي بقات تنقرض شويه الكسب، ولات الناس البلاحه. الرقصه اللي درنا دابا هذه الرقصه كتسمى حنا عندنا في جرسيف بالمثلث، والمثلث عنده بزاف نتاع التفاصيل. يعني علاش سميناه المثلث؟ هو اولا الاصل نتاعو راس الواد، راس الواد يعني المناطق ديالو طات الحاج وميسور وميدلت والى اخره، حتى راس ملويه المنبع ديال الملويه حتى هما كيديروه. وكاين واد مللو يعني من الصفصافات وهذا وطلع حتى للزبزيط حتى للفوق، حتى هما كيديروا هذه النغمه هذه ديال راس الواد.
كيتسمى بثلاثة السميات، راس الواد والمثلث والتازي. التازي كيقولوها له المناطق نتاع تازا والتسول والبرانس، وهذا كيسميوه بالتازي او الكعوي. المنطقه نتاع تاورير توجده وبركان وهذا كيسميوه بالعروبي. حنا عندنا في قرسيف منطقه ديال هواره كيتسمى بالمثلث، وكنرقصوا وكنلعبوا في العراس، في المناسبات، في الافراح، في الاعياد الوطنيه والدينيه. إن الطابع الغالب هنا على المستوى الموسيقي يتمثل في الألحان القادمة من الشرق أولاً، فالرقص الشعبي المسمى راس الواد ينحدر من الهضاب العليا الوهرانية، وهذه الهضاب عبارة عن سهوب شبه رعوية، وهناك نوع الصف وهو غناء خاص بنساء المغرب الشرقي ويسمى من جهة ثانية العروبي، وعنه ينحدر الراي الوهراني الذي لديه أيضاً قرائن بقرسيف. لقد أدى استغلال الفرشة المائية الحديثة على إمكانية تطوير الزراعة المسقية للزيتون، فاستطاعت الفلاحة بذلك استغلال أراضي شاسعة من السهوب كانت فيما مضى مجرد سهوب فيفاء مخصصة للرعي. الماء بالموتور مياه الجوفية، لأن هذا الشيء اللي الشتاء قليلة عندنا في هذه المنطقة، ما كتكون الساقية عندنا الساقية وحدة ما كتكفينا والو، ورحنا كننتظروا واحد السد ديال تماق قنت هذه مدة 30 سنة من اللي كنت أنا صغير وأنا كنسمع على هذا التماق قنت غادي يخرج الحيز الوجود إلى حد الآن. دارت له الدراسة الأولية، داروا له الدراسة الثانية، ودابا قال لك خصو غير التمويل. ولهذا احنا كنا الفلاحة كنا بدينا كنحفروا الحاسيج، بدنا الماء على 20 متر، ولهذا دابا اضطرينا رحنا على 70 متر. وعلى الرغم من أن المنطقة عبارة عن سهوب قاحلة في مظهرها الخارجي، إلا أنها جد غنية على مستوى الفرشة المائية التي توجد منابعها في قلب سلسلة جبال الريف، وهذه الفرشة هي ما سمح بتشكيل مستوى تازة. هو رولا درحو ملاكة في تفرطة وملاكة في الجل، من هنا حتى العين البحيرة اللي ملك ملك واللي عرش عرش. ولكن الضرر اللي لحقنا نيشان وهي من قله الماء. قله الماء كلت كنشوفو، ولكن احنا ما غاديش نقولوا علاش ما جاناش البراج ديالنا في الساعه. راه كاينه اموال باهظه باش غادي يتبنى البراج. فوطات كيعطي القنطار 30 متر القنطار. قرسيف كيعطي ما بين 16 و17، انا في الفلاحه ديالي عطاني 15، لانه علاش من قله الماء. كيكون الزيتون كيعيش في واحد المجاعه من قله الماء حتى يقرب مواد اكتوبر، الشهر ديالو اكتوبر عادو كينعتق الزيتون، فاتوا الفوت على داك الشيء باش كيجي الضعف. تكثر اشجار الزيتون خصوصا على ضفاف ملويه وروافده، وينتظم السقي في نسق من القنوات الصغرى التي تجلب مياه السقي الى غايه الاحواض المقامه عند قدم كل شجره. تسمى شجرة الزيتون بالأمازيغية أزمور، ويبدو من هذه التسمية أن الشجرة ذات أصول جد عميقة في التاريخ، على اعتبار أن هذه التسمية أطلقت على مناطق لم تعد اللغة الأمازيغية فيها سائدة، مثل زمورة في الجزائر أو أزمور تلك المدينة الصغيرة الحالمة على الساحل الأطلسي بالمغرب. لقد كانت أشجار الزيتون جد منتشرة بالمنطقة على عهد الموحدين، كما أشار إلى ذلك ابن خازي في القرن الخامس عشر، حيث قال: في السنوات الجيدة قبل أن يعمد بنو مرين إلى البدء في تخريب المغرب الأقصى عند انحطاط الدولة الموحدية، كانت محاصيل رباط تازة تباع ب25,000 دينار. كما ذكر ابن خلدون أنه إبان وصول المرينيين إلى الحكم سارعوا إلى تخريب إحدى أهم موارد المنطقة، ألا وهي زراعة الزيتون. We'll be right back.
دابا حنا الزيتون موجود في قرشيف، هو الذهب الاسود في قرشيف، عايشه به قبائل، وكتجي الناس من مراكش ومن المغرب كله كيخدم هنا. كاين الراجل اللي عنده 100 متر في الساكن، ملي كيجي الموسم ديال الزيتون كيخدم الزيتون كيدي مليون الفرنك الا كانت عنده العائله كيعيش به. دابا المهمه ديالنا حنا عندنا شويه العطش، عندنا خصنا الماء. لو كان يكون قرشيف عنده البراج، انا كنقول المنطقه ديال قرشيف تهز الناحيه الشرقيه كلها كلها، خصو البراج قرشيف، خصو البراج للسكن. تبدا عمليه جني محاصيل الزيتون بعد الناير، وتستمد بركتها حسب ما يقال من المواسم المواكبه لتجدد السنه الفلاحيه، فما ان ينضج الزيتون حتى يشرع العمال بعصي طويله مرنه تسمى المخابط في نفض الاغصان العاليه. وتبدا النساء في التقاط المحصول وجمعه تحت الاشجار في شكل اكوام متفرقه، وفي المساء يتم وزن كل كومة بعناية من طرف صاحب حقل الزيتون، وعلى إثرها تؤدى للعاملات أجورهن. وتظل المهمة المنوطة بالنساء ذات أهمية جد دقيقة، إذ يكون عليهن جني الزيتون المتدلي بالأيادي بحسب كل عسلوج دون التقاط ما عليه من أوراق. وفي منطقة قرسيف تصاحب عملية جني الزيتون حفلات موسمية تظل الغاية منها تكسير رتابة الحياة، وهي حفلات يساهم فيها الكبار والصغار، فترى النساء قاصدات الحقول وهن مدثرات في ملابس الاحتفال، ويرددن أغاني قديمة يرثنها عن الجدات، كما يعبر حقول الزيتون موسيقيون يعزفون بين هذا الحقل أو ذاك مقاطع موسيقية تطرب الأذان. علاوة على الحياة الرعوية، يشكل عصر زيت الزيتون إحدى الصناعات الأكثر أهمية لدى هوارة ولدى رحو، فقبل سحق حبات الزيتون يتم رش ملح المنجم على الرحى من الحجر الكلسي المصنوعة في وادي أمليل، وهذه الرحى عادة ما تديرها الدواب. وبالإضافة إلى هذه الآلة التي تسحق الزيتون، هناك طاحونة تتألف من معسر يستقر كل منهما في بناية ذات سقف مغطى. تكسو هذا المكان عتمة شديدة، فإذا كان عصر الزيت يجب أن يتم في منأى عن الضوء، فلأن ذلك من باب التطير، إذ الزيت هنا في الاعتقاد لا يجب أن يرى ضوء النهار. دور عندما يحول الزيتون إلى عجين، يكدس هذا العجين في أصفاط من الحلفاء وتوضع على بعضها البعض وسط طاولة المعصرة. أما صاحب المعصرة فلا يقتصر على عصر زيتونه الخاص، بل يقوم بعصر زيتون جيرانه مقابل عشر المنتوج. غادي نحكي لكم على قرسيف. في الأجيال القديمة كانت فيه على ما يقرب 50، ما بين 50 و60 معصره تقليديه ديال اللي كانت كدور غير بجرها غير البين. من هذا النوفو من الموديل ولاو فيها 6 المعصرات وواحدة كونتيني صغيره هي 7. في هذه المنطقه ديال قرسيف كلها بدا فيه الزيتون من 1930، ولحد الان كل عام كيتزاد، كيتغرس واحد 7000 8000 10000 ديال الشجر كل عام، تتزاد لان هذا بدات من الرناط، مريجه، بركين، راس القصر، تدارت. يا نوي انا نور يعاد عاد اصحابنا.
موسم الزيتون بقرسيف في منتصف شهر نوفمبر من كل سنة، أي إبان جني الزيتون وعصره. ويعتبر هوارة فروعاً من قبائل زنات الأمازيغية ذات جذور طرابلسية، وهم يشكلون في المغرب مجموعات مستعربة ضمن بيئة أمازيغية. وهذا حال هوارة ولا التيمة المشتهرين بزراعة أشجار الحمضيات على وادي سوس، وكذلك حال هوارة ولا درحو المشتهرين بزراعة أشجار الزيتون على وادي ملوية. ويتميز هؤلاء الرعاة الرحل قديماً الوافدين من الشرق، والذين حاربوا كفرسان تحت راية المارينيين بقاسم مشترك بينهم يتحدد في الكرم وحسن الضيافة والشرف وعزة النفس. قبيلة هوارة ولا درحو معروفة على الصعيد الوطني، وكتجي من الشرق، وقبيلة رحالة، وكاين بعض كان يحسبونا على الحلاف تاع الكرامة، وجات على الطريق تاع ملوية من اللو، ومعروفة على الصعيد تاع الدائرة تاع قرسيف بها زيتون وتعاونية تاع جمعية تاع الزيتون والسقي، لأنها هذه الأرض سقي تاع الزيتون، ومعروفة بالفروسية وبالكرام والنخوة تاع القبيلة تاع هوارة ودرحو ما موجوداش على في هذه الدائرة تاعها. وعندنا قبيله اخرى كتوجد في بلاد تيمة وكتربطنا علاقه معاهم، حنا كنمشيو عندهم وهما كيجيو عندنا، وسنويا كل عام حنا كنمشيو عندهم وهما كيجيو عندنا. الاسباب شنو هي على جينا من الشرق؟ كانت العداوه ديال ايام السيبه، كانوا الناس كيهجموا على بعضياتهم، البارود هذا يموت هذا يدير، زيروا الاخوان ديالنا اللي كانوا هنا، ركبوا قالوا لنا 40 عود ولا 44 عود، ومشاو جابونا من مداغ من يزنسن، جابونا قالوا لنا يا ودي حنا خلق علينا الضغط، اجيو اخوتنا تعينونا. رفدوا الناس على الابل ديالهم ورفدوا على البهائم ديالهم، ساقوا الممتعات ديالهم الغنم البقري اللي يبل كل شيء، وجاوا لهنا، والخيل والسلاك باش كيصيدوا، والجوي اللي عنده المقدره باش يشري جويجه، وغادي المال غادي من لهيه، والناس راكبين على الخيل ديالهم ويحطوا الخيام ويتعارضوا بيناتهم، هذا يشوي هذا يعرض الاخر، هذا يزوروا الزيارات دائما من دومه. قبيل دخول الاستعمار للمغرب كان هوارة يؤلفون جزء من لف الكرارمة الذي كان يتعارض مع لف الحلاف، وهذا الائتلاف عبارة عن قبائل كانت مستقرة في الشرق، ولمواجهة هذه الوحدة المسماة الحلاف المتموقعة حول توريرت، فقد نادى هوارة ناحية قرسيف على فرع قبلي حليف لها كان مستقرا بجبل بني يزناسن، وخاصة فرع ولاد رحو الذي أشير إلى استقراره بجبال الريف خلال القرن السادس عشر. ومنذ ذاك صارت هذه التركيبة هوارة ولاد رحو معروفة بنواحي قرسيف على الشكل التالي بسهول التفراطة، وجل هوارة يشغلون 4/5 المجال، وولاد رحو يشغلون الخمس الباقي. القضية ديال هوارة جاي من الشرق، وولاد رحو كيقولوا لنا الاسلاف ديالنا الاجداد ديالنا جاوا من الشمال، كانوا الحلاف وهوارة دائما عندهم خصام، دائما كان عندهم الاخر ديال جا واحد النهار يعاودوا عليه، واحد النهار كان قوي بزاف في هذه المعركه عندهم، وكانوا ولاد رحو جاوا من كيقولوا له، وقع معركه كبيره ما بين هوارة ولاد رحو هوارة والحلاف، ومشاو ذاك النهار اللي مشاو فيه من هنا اللي كانوا متضاربين فيه ما وقفوا على بعضهم البعض، ما وقفوا هو راه على الحلاف حتى لواحد الرحبه يقولوا له حبيسه الاول راها في تلاغ، راها متلاغ اللي هي في الحد ما بين توريت وهوارة.
تبدأ عملية جز الغنم عند بداية فصل الربيع، وبهذه المناسبة يتم تهيئ خبز الراعي المسمى مغلوب. وهناك عدة شعائر لا زالت سارية لدى هوارة، مثل الاحتفال بالناير الذي يحتفى به كبوابة السنة، حيث تتم التغذية بالليل حتى تكون السنة القادمة سنة جيدة. يظل نحر الأضحية على شاكلة القدماء في الصحراء أسمى رمز وتعبير عن الكرم وحسن الضيافة، وهي مناسبة يكون على صاحب البيت تشريف مجمع الأعيان، فيستقبل الضيوف بالشواء. وحسب رأي كل الموظفين العاملين بجرسيف، فإن قبيلة هوارة ولد رحو هي أحدى أشهر القبائل استضافة وحسن وفادة بالمغرب الشرقي، فتزدان الموائد هنا بأفضل أنواع المشوي. كان الصف كيتحاوز سهرات تاع عراس وسبوعات وكل شيء، بالنساء والرجال كيكونوا غير العائلات، وداك الشيء راك عارف كينوضوا كيهزوا الطرح غير نساء ورجال كتخلط. كرسي فرانات قعدت خالية غالميمة غالميمة، وقريت بريت وشيبتني قاع الولاد داتهم اسبانيا غالميمة غالميمة، وقريت بريت وشيبتني وانا رقب عليا تشوف امي انتك غالميمة غالميمة، وقريت بريت وشيبتني وخليت لي في الحيط قيت صويرتك غالميمة غالميمة، قريت بريت وشيبتني اشوفوا الفرياطه فين الدايه هالميمه هالميمه، وقريت بريت وشيبتني وخلات لي البزنب لابوه هالميمه هالميمه، وقريت بريت وشيبتني. جاي الناس اللي غناو على رجالتهم هاجروهم خلاو الوليدات الصغار ومشاو للغربه، كاين المراه اللي مشوقه في ولدها مشى حرق شد زيود ياكو حرق ومشاو خلاها محروقه من الكبده ديالها. مغنيه عليه، انا مغنيه عليه، غنية على الدراري اللي غامروا بعمرهم ومشاو. لقد بات المغرب الشرقي يشكل بوتقة للهجرة الدولية، حيث أضحى موضوع الفراق لازمة شعرية في نوع الصف، فاللازمة المسمات البذارة هي الوحيدة القادرة على التلفظ ببيت شعري، أما الأخريات فتردد خلفها البنطوقة حتى تتلفظ ببيت آخر. وتبقى انتشاءة التغني بالبذرة ثم القطاف المرتبطة بموضوع الخصوبة في قلب غناء النساء في المغرب الشرقي. يتراءى جبل جيليز في العمق بين الأراضي المنبسطة لبلاد هوارة وانحدارات بني بويحيا، وهو مجال ريفي بامتياز. فعلى قدم جبل جيليز وفي فجر 20 من شهر أبريل من سنة 1912 واجهت القوات الفرنسية الحركة المغربية، فقد قاوم بني بويحيا قوات الاحتلال بشدة إلى حدود الظهيرة، فالتحقت بهم قبيلة المطاسة لمساندتهم ليبرهنوا عن شجاعة لا تضاهى، ثم لادوا بالمنطقة التي كانت آنذاك تحت السيطرة الإسبانية عند نهاية المعركة. تعود هذه الأنقاض إلى العهد الماريني، فحوالي سنة 1385 أتى عبد الودود من تلمسان بجيشه تحت أقدام أسوار مدينة تازة، وبعدها أمر بهدم هذه القصبة المسماة مرادة والواقعة في هذا الممر الرئيسي لتأمين المواصلات بين وادي سبو ووادي ملوية. وهنا سيقوم الفرنسيون ساعة قدومهم من الجزائر بإقامة أول معسكر لهم في فجر القرن العشرين. لقد قامت القوات الفرنسية الغازية بعد احتلالها لدبدو في 4 من شهر ماي 1911 بالاستقرار في معبر مرادة، وعلى بعد 10 كيلومترات من جرسيف قامت معسكرها على الضفة اليمنى لنهر ملوية. وفي 6 من نفس الشهر والسنة قام بني وراين بإطلاق النار على خيام الغزاة، ولجأوا بعدها إلى جرسيف، فقامت جيوش الاحتلال بقصفها في 10 من نفس الشهر، ففرت القبائل منها
هول القذائف، ولكنها تمكنت من استعادة وسط جرسيف بعد مغادرة فيلق الجيش الفرنسي، ومارست القبائل على الجيوش الفرنسية حرب إنهاك دائمة تلحق بها الخسائر تلو الخسائر. وفي مرادة استطاعت حركة مغربية الانقضاض على المعسكر ليلة 17 و18 ماي 1911، ولم يتردد الفرسان المتمردون في مضاعفة الضربات وإلحاق الخسائر بالفرنسيين إدراكا منهم بحصانة النار. تقع أراضي هوارولا درحو بين قصبة مكرادة في الشرق وقصبة مسون في الغرب، ومن تم احتلال هذه الأخيرة في 11 من شهر ماي 1912، وغدا احتلال قصبة مسون حصلت ردود أفعال شديدة لدى مطالسة، فتراءت النيران مشتعلة في الجبال وتعرضت الجيوش الفرنسية للهجوم. وفي نهاية شهر أبريل من عام 1912 كانت للثورة الشعبية في مدينة فاس كبير الأثر في الغليان على الضفة اليسرى لنهر ملوية.